تاريخ بغدادي في التعليم وحياة مفعمة بالذكريات بعمرها الذي يقترب من 100 عام. مدرسة الراهبات تعد علامة فارقة ومركزا مهما في بغداد، حيث منطقة الباب الشرقي مقابلة لنصب الحرية وشارع السعدون، وتقرب من شارع الرشيد وامتداده شارع أبي نواس ونهر دجلة. والمبنى في الوقت الحالي يضم ثانوية العقيدة وكلية بغداد ومدرسة ابتدائية ورياض أطفال. هذه المدرسة التي خرجت أجيال لهم باع طويل في خبراتهم، ومن بينهم الراحلة المعمارية زها حديد، تتعرض بحسب ما تم تداوله من أخبار عن وجود نية بتحويل المدرسة إلى مجمع تجاري في ظل عدم وجود بناية بديلة أخرى. يعني هي في مركز ومعلم ثم بصفل وتلاحظين والناس يعرفون، وسكنة بغداد أيضا يعرفون، مكتبة التحرير ومكتبات يمها عريقة هاي المكتبات. يعني احنا بلد عريق بالثقافة وبالحضارة، يعني ايش بيهم؟ ما تقول لي ايش بيهم ذولا؟ يعني هيك غسلنا كل الاشياء، ما معقولة. يعني يجب ان يكون هناك قرارات في لجنة الثقافة، وزارة الثقافة لازم تتدخل، وزارة التربية والتعليم ايضا، ثم العقل العراقي عقل مبدع وخلاق. يعني احنا المراكز التجارية شارع الرشيد الآن هو يرثى لحاله، هو مركز تجاري تحول إلى عدد يدوية وفد أشكال، وهاي كلها دهون، يعني كلها مضرة بالصحة وبالبيئة. العقيدة تراثنا، هاشتاج أطلقه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الجهات الحكومية بحماية المباني التراثية في العاصمة بدل تشويه ما تبقى من معالمها وطمر هويتها. المجتمع اللي ما عنده ماضي، ما عنده تراث، ما عنده حضارة، فمستحيل أن يتقدم، سواء كانت مدرسة العقيدة، سواء كانت حائط، سواء كان قبر قديم، مستحيل أن يتحدث، مستحيل أن يتحول إلى مول. هواي أماكن مو شرط أن تتحول إلى، خاصة مدرسة لها تاريخها ولها عراقتها، ومثل ما قلت انه حضارتنا نستمد من عندها عنفوانه ووعينه. ضد هذا الموضوع اتمنى انه يتأنون به، واتمنى انه المسؤول عن هذا الموضوع شوي يكون عنده ضمير وطني قبل ما يكون ضمير انساني، ان هذا تراثنا واحنا نعتز به. انا اشد كل المسؤولين ولا سيما السيد حكومه الكاظمي، لان هي اولى بالاهتمام في موضوع التربية ونشأتها وتطورها لأن تحمل ثقافات متعددة. قبل عامين برزت تلك الأخبار عن تحويل المدرسة إلى مركز تجاري لتردّ راهبات التقدم اللواتي تعود ملكية المدرسة إليهن إن المدرسة مؤجرة من قبل وزارة التربية، ولعدم دفع الإيجار لمدة أكثر من 5 سنوات رفعت راهبات التقدم دعوى قضائية على وزارة التربية لإعادة المدرسة إلى إدارة مباشرة من قبل الراهبات، ولعدم قدرة الوزارة على إعادة المباني التابعة للمدرسة قررت الراهبات الإشراف المباشر على إعادة مكانة المدرسة العلمية في المجتمع العراقي، في إشارة منهن إلى أن تلك الأخبار عارية عن الصحة، لأن المدرسة تعتبر صرحا تاريخيا وحضاريا يخدم شريحة مثقفة من المجتمع العراقي. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.